انت يا سهام خاينة. يا بني اتق الله، يا بني يا بني حس، خلي عندك قليل مسؤولية. طول عمرك وانت هكذا تحرك، خلينا نعمل حل. بس جالس لي فقط مع التلفون وتراسل لي سهام. اطمن سهام قاعد مثالي يقولك حجار برضو خرسانة. تعال الموضوع انا وسهام احسن. بس الان ايش العمل؟ ايش بتعمل الان؟ حبيبي كان معي بيستين دخلت بالاسهم، اخوك الان بيضرب، بس على الله ما ينزلينش. بس اسهم ثاني معناته اكيد بتخسر. شوف يا خلامي، يقول مثل الإغريقي: أن تخسر بشيء تعرفه خير لك أن تخسر بشيء لا تعرفه.